حبايبنا الكرام، سوف نجرب التعديس الجديد يا اساطير ونشوف مع بعضنا شو جديد وشو ما في جديد يا اساطير. اوكي حبايبنا، هيك حبايبنا خلينا نركز مع بعض وندخل نشوف شو في ما في. اوكي هذول معلم، هذول ما في ما تغير شيء. اوبا، اول شيء اول شيء شباب ركز معي. ثواني معلم، ثواني شوي، ثواني بس نعمل نظبط شغله حاجه هيك عشان الالوان. والالوان معلم طولوا بالكم، الالوان نظبط الالوان. اوبا تك 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 تك. اوكي اوكي حبايبنا، هيك زبطنا الالوان شباب. اللوبي تغيرت، هاي اول شيء اللوبي تغيرت شباب، شيء اسطوري، شيء لوز. اللوز عندنا هون على اليمين كان ايام الرانكت، ما رانكت شالوها اوكي حطوها هون يا حبايبنا، شيء كثير حلو، شيء كثير اسطوري. تمام، في تغيير حلو بس قالوا انه راح يكون في مود 1 في 1 لهيك شباب ما راح حطوه لحد الان. اوكي في تغيير بالمود معلم، شيء جميل. اوكي بس شيء تقولي عليه انه انا جراند ماستر، مين قال انت جراند ماستر؟ كيف انت جراند ماستر؟ ابا شوفوا المايك، المايك مايك كيف صار شباب، صار مايك تحت هون حبيبي والله شايفين؟ وين؟ المايك، المايك صار تحت هون، تحت صار، ما صار ما كان عادي يكون. قول لي شو هذا؟ اوكي خلينا ندخل على الاعدادات شباب نشوف شو في ما في. هون ما تغير شيء في شباب لحد الان، لحد ما في هون شيء، ما في شيء تغير بالاعدادات، كل شيء نفس الشيء، هذا هو ما في شيء غير. اوكي ندخل على الاحداث، الاحداث نفس الاحداث شباب ما تغيروا حبيبي والله، حبيبي والله. روح اوكي عم تشوف بس على الديسكورد، افتح لكم بس على الديسكورد، افتح لكم بس على الديسكورد عشان تشوفوا معي. ابلع علي، بدي اقول لك على شغله كمان بالاعداد. قول قول معلم. خلوها مثل بوبجي، تحرك ايدك لفوق فتر مثل بوبجي. كيف ادخل على الاعدادات؟ ايه شوف شوف الاعدادات معلم. اوكي شباب قلنا على اللعبه على اللغه العربيه مشان نشوف اكثر. خلينا ندخل على التدريب، ندخل على التدريب مباشره، في اسلحه شباب لازم نجربهم. اوكي تعال حد بده يجي معي شباب؟ انت معي تدخل معي؟ ليش بليز تعال شادو قلت ليش ليش كلكم جراند ماستر شباب؟ شو القصه حبيبي والله؟ والله نازل نازل بالحاره. ثواني وينه وينه الجميل الجميل الجميل؟ حدا بده يجي شيء ثاني؟ تعال ضايع، تعال ادخلوا معي. طيب يا عاد علي علي ها ها هلا هلا شوف السلاح الجديد شقد دمجه. اي هلا راح ادخل اشوف، راح ادخل اشوف، هلا نجرب، راح ادخل نجرب. لاحظت المحل مك اللعبه معلقه يا اختي. ثواني شباب ثواني بس خلينا نشوف مع بعض. اوكي خلينا نجرب السلاح. قول لي هون تغيروا، غيروا 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 اشكال، الشكل هون كله تغير. لاحظتوا علي كيف الشكل؟ شوف حطوا مكان للقناب حبيبي والله، شي لوز، حطوا القنابل لحاله. خلينا نجرب السلاح الجديد شباب مباشرة. وين السلاح الجديد؟ قالوا لنا في هذا هو الاسي كاتخوبان. هات لنا بس بس داروا الهزوم. هات لنا شو؟ اه سباس سباس هزوم. هرميت مني، حطوا سباس زوم للسباس معنا. هات شو؟ ايه سباس بلا بزوم. اوكي انت فايقه من النوم جديد ولا شيء كيف حبيبي؟ قول لي سباس صار للزوم شباب حبيبي والله. تعالوا نجرب السلاح شباب، ندخل على الساحه نجرب السلاح شباب. راح ادخل على الساحه. والله هذا في اسطوري يعني. عن جد عن جد هذا شو؟ اي والله زي منار اللي والله. الساحه بتغير فيها ولا شيء؟ هذا نغير، حط له اشياء معلم، حط له الاشياء تبعته. اوكي حط له الكوش، ندخل نجرب عليه الناس معلم. تعالوا تعال تعال شادو، تعالوا شباب. ويلي احسن من النقار. اوب ويلي يا وسخ، مين قتلني هذا حبيبي والله؟ وين على هذا اللي جاب معلم؟ ابلع ابلع معلم، شفتوا الهيد؟ ناري 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 شباب. انا قاعد عم صور عشان الفيديو على اليوتيوب بنفس الوقت. اوكي يعني كلام زياده بلا شباب. يلا هذا شو هذا؟ ابلع هذا فيه سكوب اربعه يعني من نفسه منه فيه سكوب اربعه تقريبا نفس دراجونوف. لك شو هذا؟ دراجونوف يا زلمه كريستيانو تي عليه. اوكي شباب شفنا السلاح، اوكي ما نطول كثير، خلينا نشوف الاشياء الباقيه. تمام حبايبنا،
سلاح جرب اللي يعني. الاسباس مع السكوب لا اللي جرب اكساميت صح الاكساميت قالوا انه عدلوا عليه خلينا نجربه يلا تعال دفعوا عصفور دفعوا عصفور اسطوره هات نجرب حط له اللعيبات حط له الاشياء باللوز خذ الاوزي كمان الاوزي اوزي كمان غيروا عليه كمان ايه طوروا فيه اوكي كمان بابا هل البربر نقص فيه ايه نقص البربر نقص حبيبي والله معلم طلع راسك حلوبي شو رايك عصفور يا وزي اكسامويت هذه قوه بزاف قوها والله قوها معلم ضبطوها عم يقول راح شباب طبعا شباب راح ينزل ابعث لي انا ابعث لي السكرين للاكس ام 100 جي راح ينزل على والله عملوا فيه شباب شيرو ستوري شيرو ستوري اكس ام 100 قوي والله حبيبي والله لوز تعال نشوف الوضع في شيء جديد فيكتور كمان فيكتور طوروا شباب طوروا ايوه هات نشوف عليه ايش سلاح مكتوب عليه جديد طوروا ثواني شباب تعالوا راح انزلكم ثواني شوي ايه علي فيكتور غيروا عليه هات نجرب الفيكتور معلم الفيكتور اوكي مع سلاحك نجيب كيس مرتقه او الشوتجن ده 30 كمان تحطي هذا يا زي ما دبل يوم يوم قوية هذا معلم مباشر بيضة دبل فيكتور ابلع وال بثواني يروح يا زلمة داخل الله هات نشوف ويلي 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 عاود تاني ويلي 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 عاود تاني اوبا علوبي ولا شوف السلاح شباب خلينا نجرب سلاح تاني طبعا فيكتور لاحظ لك شوي تغير شوي فهمت علي كيف في شوية تغير فيكتور قل لي اوزي الصغير هذاك والله شو عملوا فيه معلم الاوزي؟ والله زادوا له فري تو فاير نورمال فري تو فاير هات نروح ندخل نجرب معلم هات نشوف كم طلق فيه 20 طلقة 100 والله كول ها ماشي مشي ابلع ابلع هتلر ابلع ابلع هتلر ابلع اللوبي هتلر اللوبي اللوبي هتلر تعال هتلر هتلر تعال اللوبي تعال 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 هذا اللوبي شهر بس من بعد هذا بالناس بدي احرب ما قدرت احرب والله شي اسطوري شباب نيوسيا ملاحظ فيه تغير كمان هاي في قنابل هون ماكل قنابل اوكي اوكي خلينا نوقف شباب نرجع نطلع لبرا نطلع نكمل نشوف نعمل الفسحه باماكن ثانيه شباب عشان هون هون شو صار هون حتما نشوف بس على الديسكورد اوكي حبايبنا بالنسبه للاكس ام 100 شباب قلت لكم راح يكون في اكس ام 100 جديد شباب هذا هو الشباب راح ينزل اكس ام 100 جديد يا اساطير عم بستنى انت السكرين هذا هو راح يكون شكله شباب راح يكون اكس ام 100 مطور لهيك شباب راح يطوروا رفعوا بالدمج وظبطوه يعني عدلوه صار افضل من قبل الاكس ام 8 اوكي وراح ينزل سكين له حبايبنا للاكس ام 8 المطور اوكي هذا ليفل 7 ليفل اخير وراح تكون له رقصه يا اساطير اول ما توصلنا التسريبات الكامله شباب للاكس ام 8 راح ننزل لكم اياها حبايبي اوكي خلينا نرجع نكمل شباب نشوف اماكن القنابل اوكي هي بالنسبه للاكس ام 8 شباب الفقره الاكس ام 8 اوكي حطوا هون غرفه القنابل يعني معلم درب على القنابل هات نجرب معلم ايه على غرفه القنابل اوكي اوكي انا حسيت ام التليفون صار صعب والله ما بعرف انا ما لاحظت هذا الشيء بالنسبه لي بس لا بكره انا جديد منها اه تعمل هيك معلم لك هي زي ما عشان تحميه تعلم على التحميه تحميه معلم وترمي اوكي اوكي والله مكان حلو يعني خلص خلينا نكمل نرجع لورا نرجع نكمل نشوف هنا خلينا ندخل على الساحات نشوف شو في بالساحات ندخل على الساحه شباب ليتس جو ايفريبادي لا تنسونا باللايك حبايبنا الكرام الساحه ما تغير شيء بالساحه شباب اوكي شو تغير شيء بالساحه بالنسبه لكم علاش كي تدخل كلاش سكواد ولا وي الحقيبة هذيك تهزها عادي اي حقيبة معلم قل لي حقيبة مثلا تاع الساكورا هذيك بالمود الكلاش سكواد يعني ايوا في اي مود عادي تقدر تهز حقيبة مع هذا كلاش ساكورا فوت الكلاش سكواد وشو كلاش سكواد اوكي
موسم جديد قادم. من تي مونستر هانتر سوالف الموسم بغدنا راح يجدد، لازم يجدد. خلينا نشوف العادي كلاس سكواد. ها شو عم يكتب هون معلم؟ نشوف ايه تمانو. عملكم دعوة تعال عصفور. ثواني خرجت من اللعبة. اوكي الحقيبة معلم. حلو. طب ثواني شاب، خلينا نطلع من هون. طبعا هون تغير اللوبي، كلود غير اشكاله، كلود غير شباب. فهمت علي؟ هين دخل الاسلحة، هوبا اشكال مكان الاسلحة تغيرت شباب. ايه تمانو ايه تمانو. خلينا ندخل هلا نشوف هذا الشاب، بعدين راح نشوف التوكن اللي راح التوكنات بالمتجر وما متجر. طبعا هون ما تغير شيء شباب، دول نفس الشيء الاشكال على حاله بس، ولكن لما ندخل تغير الاشكال تبعهم. حلو، شيء كثير اسطوري على المجموعه معلم. بالنسبه للمجموعه خلينا نشوف الرقصات شباب. طبعا هنا شباب اشكال الرقصات تغيروا شكلهم، ما عارف اذا لاحظتوا كيف يصيروا تغيروا الوان الرقصات وما رقصات، يعني هيك اشكالهم الرسمات تاعهم شباب. طب بس حطوا الرقصات الصبح، خلينا ندخل تحت نشوف شباب اذا نزل شيء رقصه جديده او شيء اساطير. ايه تمانو، هاي ما عندي اياها معلم، هاي ما عندي هلا. اوكي ما في شيء. شو هاي؟ تزويد، رسوم تزويد، عمل تزويد. شو راح يصير؟ الرسوم المتحركة، رقصة رسوم متحركة. شو هاي؟ هذه شكيت كي تدخل مثلا بروفايل تاعك ولا تخرج الرقصة هذه. ممكن صح. ايوه صح 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 صح. حلو شايفين تغيير حلو. طبعا حلو، جينا مكان البروفايل نشوف شو بيتغير بالبروفايل شباب. هات لنا شوف هون، ما في شيء تغير. اوكي ما في شيء تغير. هاي الفاير باسات، الفاير باسات شوف قبل 10 اصلا 11 فاير باس بين، يمكن هيك شوي رح يزيد. اذا عم زيدوا واحد يعني من هون يعني. ايه رح يزيدوا واحد قبل كانوا 10 الله عم يزيدوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. حلو صح كلامك. كفو. حلو، خلينا نطلع نشوف التوكن الاحمر شباب. ايوه قول لي حزب، نزل حزبه جديده. ويلي الحزبه، ويلي تعال حزبه اسطوريه حلوه كثير يا زلمه. تعال حبيبي والله، تعال حلوه كثير والله، حلوه يا اخي. فرج ناري يا معلم. هون التوكنات معلم، هي 20 وحدة بطاقة الجولد الحمر. حلو، شوف جديد كمان رمز حتى اللبس اللي هي لبس الهيرويك، هي من زمان كانت موجودة ولا كيف شباب؟ ما بتذكر ولا جديدة هي. شوفوا عاد بس دعم قبل موجودة هدول الهيرويك. كيوب ماجيك معلم، كيوب ماجيك ما في شيء بالكيوب ماجيك. متجر الكلان اشتري بطاقات، متجر الكلان في بطاقات كمان. حلو، بطاقات الكلان شباب طبعا جددوا. اوكي حلو هدول جبناهم معلم. شو في كمان شيء جديد يا اساطير؟ علي هاي بالاعدادات قلت لك عليها، السحب. ايه بالاعدادات اللي وسائل التحكم، وسائل التحكم في وضع ركض، خلوها السحب وكلاسيكي. اوكي هذا هندخل نجربها، تعال ندخل نجربها، خلينا ندخل نجربها هي تبعت السحب، خلينا ندخل نجربها بالتدريب يا اساطير، خلينا ندخل نجربها السكين، هي تبعت السحب شباب. هلا نجرب نفس الوقت نجرب السكين، يعني هو ما حطيت له الحزام بس يلا معك ما في مشكله. طبعا هو الشباب اللي انتم شايفين على الواجهه فيهم شخصيات رح تنزل جداد. اوكي رح يكون في شخصيات جديد. اوكي خلينا ندخل هون، ندخل نجرب هل هي سعيده السحب. والله شباب سكين حلو يا اسطوري الصراحه، سكين شيء متشكلس. خلينا ندخل طبعا هون عم بضغط على الجري، ما بتصير وسائل التحكم. طول بالك لما تعمل هيك صح شباب صح. شوفوا شباب لما تمشون هيك، لما تمشي بس انا هلا عندي بالبي سي ما يمشي الحال، لما تمشي هيك وتعمل هيك لما تشوفوا شباب ركزوا معي، نعملكم شيء زوم لو طول بالكم. هون شباب ركزوا معي، لما تمشون هيك وانتم عن الهاتف يعني بالجماعه البي سي ما راح يتغير شيء كثير، بس لما تعملون هيك وتسحبوا شوي لفوق اكثر يجي اوتوماتيكيا. شباب ركزوا معي، روحوا على اليمين، لاحظتوا معي؟ هي شيء جديد شباب نزل باللعبه كمان شيء لوز. اوكي راح نشوف الان، نكمل الاشياء شباب، نشوف مع بعض شيء ثاني. انا طبعا راح اخليها لان بلعب على البي سي. اوكي راح اخليها عاديه، وضع الركض راح اخليها عاديه، كلاسيكي. اوكي حبايبنا، هون عندنا شباب بالنسبه للاحداث في حدث جديد شباب. اوكي حدث استعاد للحفله، احداث الشباب طبعا هذا شباب بذكرى الرابع للعبه، هي صار اللعبه يعني صار لها 4 سنوات حبايبنا، صار لها 4 سنوات. اوكي طبعا نحاول ندخل على الحدث،
اكيد في شيء اشياء جديده. طبعا هنا شباب الحدث هون بلش، رح يبلش الحدث اعتقد اعتبارا من 5 اغسطس يعني اعتبارا من غدا. اوكي مثل ما انتم شايفين الايام هون موجودات حبايبنا. عندنا هون حدث حقق امنيتك. اوكي طبعا هذا الحدث حقق امنيتك شباب تبعت اعتقد تذكروا ايام زمان تبعت دراغونوف اللي ما حصلت عليه، كان هذا الحدث كمان حقق امنيتك بالذكرى الثالثه وقتها ما جبته شباب حبيب والله. اوكي وين الحدث سبت اللي وين نقدر نشيب السكنات؟ طبعا بنقدر نحن هذا هو الحدث، هذا هو الشباب 13 بالشهر راح نحصل على هذا الشخصيه هاي. هذا السكن علي ممكن يكون مجاني ممكن. ايه ايه لا ما انا بقول لك مجاني ما علم شيء اكيد يكون مجاني لانه حدث حقق امنيتك راح ينزل 13 بالشهر. اوكي وهون بنعتبرها من غدا راح يكون في مهمه 1 مليار تحميل. اوكي راح نحصل على رومات ان شاء الله باشياء حلوه، وباعتبارها من 6 الشهر ل 15 راح يكون في مهمات قسام الذهبيه راح يكون فيها التوكن ومنبدل شباب. اوكي ايوه شادو عم اسمعك. في 3 شخصيات جديدة علي شوفهم كثير حلوين. وينهم؟ اوكي شباب رح ننتقل على الشخصيات. يب الشخصيات ندخل على الشخصيات حبايبنا. ليتس كيو كفو شادو. اوكي نزل تحت هذا هو الشخصيات اللي عم نتكلم عليهم شباب. هذا هو هن الشخصيات اللي راح طبعا نقدر نحصل عليهم ولا لا؟ ما نقدر نحصل عليهم. أوكي. لا لا علي ما بنقدر. اوكي شباب نركز عندنا اول شخصية شباب المشاعر الحيوية اسم الشخصية ديفا اسمها ديفا شباب هي بالنسبه للشخصيه شباب اللي عم اقول لكم عليها من على اليمين. اوكي عندنا شباب المهاره تبعتها شو هي؟ زياده سرعه الانقاذ المساعده بنسبه 5% بعد عمليه الانقاذ الناجحه يستعيد المستخدم 15 من نقاط الصحه في الثانيه. اوكي اوكي شباب باين من الموضوع باين من كل شيء كل شيء باين. اوكي عندنا هون الليفل يعني لما صديقك ينزل النوك معلم بتساعده ونفس الوقت يعني بيسترجع 100 كي بيسترجع الدم. ليفل 6 معلم خفة الحركة يعني 20% وبياخد 40 بالاتش بي يعني طبعا لما الشخص لاعب ينزل نوك وبترجعه بيكون الاتش بي عنده بيكون اللي عنده الاتش بي 20 صح شباب؟ بيكون الدم لما تنزل واحد نوك بترعي شو بيكون 20 بيترجعه معلم يعني يكون 20 بترجعه بصير 40 يعني بيرجع 60 هذا هي بالنسبة لهالشخصية شباب بالاخر يعني. اوكي خلينا نشوف ديمتري اسمه ديمتري معلم هذا الشخصيه اسمه ديمتري هنشوفكم هذا هو الاسم شايفين معي كيف هذا هو الاسم ديمتري باونس ذا بي كم يقول هذا ليتس جيت ذس بارتي ستارتد. اوكي معلم هذا شوف شوف ينشئ منطقه شفاء بقطره 3.5 متر في الداخل يستعد المستخدم والحلفاء 3 نقاط صحه ثانيه عند السقوط يمكن يستخدم الحلفاء تعافي ذاتي للنهوض يستمر 10 دقائق وهذا دوخني يا الله شوف فهمت منه شباب. المهم ركزوا معي بينشئ مثل منطقة شفاء 3 امتار يعني اوكي دائرة 3 امتار شباب وفي الداخل يستعد المستخدم والحلفاء 3 نقاط صحة في الثانية يعني كل ثانية بيزيد 3 معلم تمام. هون لما هون ليفل 1 هون مدي 10 ثواني لما ترفعوا ليفل 6 بيصير 15 ثانية وبيزيد 60 حلو 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 مثل تقريبا يشبه شخصية ألوك حلو تقريبا شخصية ألوك. طبعا شباب عم يقولوا شخصية جوتا ياب شخصية جوتا شباب عم يقولوا انه اختلفت في شخصية جوتا شباب هي الوحيدة صار في تغير عليها رح ندخل نجربها شباب نزيد شخصية جوتا. اوكي نجربها شباب عم يقولوا كل ما بيضرب بيزيد الدم يعني كل ما بتضرب على اللاعب معلم بتستعمل له ضرر بيزيد لك بالدم. I never miss a fight. هذا هو جوتا وين جوتا معلم نجي لهون جوتا هذا هو لا هذا الداشا جوتا هذا جوتا هذا شوف معلم جوتا 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 او جوتا او جوتا تحت المرة هذيك علي ايه شفته 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 بس انا حابب افعله جوتا. اوكي عند استخدام الاسلحة فان الضرب احد الاعداء يسترد بعض النقاط الصحة المستخدم يؤدي نقاط غد... حلو خلينا نجرب هذا شباب هذا هو جوتا هذا شكل انت كان معلم هندخل نجرب هذا الشباب جوتا شو رايكم ندخل نجرب تمام نعمل روم ونجرب عليه شباب شو رايكم ولا ندخل تدريب what do you think طولوا بالكم قبل ما ندخل على نجرب شخصية جوتا تدريب عليه راح ندخل اللاكي رويال ما في شيء شباب طبعا بعد 10 ساعات راح ينزل سكين لللاكي رويال شباب اوكي بالنسبة للأشياء هون ما اختلف شيء عم يقولوا بيزيد دم جوتا فهمت علي خلينا نجرب جوتا بشكل سريع تعالوا معي فقرة صغيرة حبايبنا الكرام فقرة صغيرة شباب هون قلت لكم شوي ما كنا بنعرف شو هذا معناته هذا يدل انه يعني بيفرجيك مباشرة اذا انت لاعب بي سي او عادي هذا شباب هذا الشيء ما انتبهنا عليه اوكي حلو
تغير تاني حبايبنا، تغير تاني باللوبي شباب. لما تحطوا سكين البوكس بايدكم لقزوا كيف يصير حبيبي. والله شير شي اسطوري. حلو حلو حلو. حابين ندخل، خلينا ندخل نجرب شخصية جوتا شباب. اللي التغير اللي صار فيها. يلا دمج دمج. ايوه كم دمج كمان؟ كمان شوي، كمان شوي صغيره كمان بس. اوكي اوكي زاد 1 2. اوكي اوكي كل طلقه بيزيد، كل طلقه عم بيزيد شباب. لاحظتوا معي كيف كل طلقه، كل ما بضربكم طلقه شباب شخصيه جوتا عم بيزيد دمه. حلو يعني كل ضرب ضرب واحده مثلا. وقف شوي ضرب الام بي 40 تاك 18 زاد 1 27 كمان عم بيزيد معي. كمان عم يزيد. لاحظت بشخصية جوتا. حلو هون ها لما يوصل سوى 160 هون. حلو 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 حلو. نايس 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 نايس. مثل ما لاحظتوا حبايبنا شخصية جوتا تغير فيها شوي. هلا نقدر نجربها هون كمان. اضرب 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 شوي. اضرب اضرب اضربني. ميزي ميزي هون. اوكي لازم السلاح شباب. بس بالساحة حبايبنا يعني كل ضربة كل طلقة بيزيد. يعني اذا مثلا شلت سلاح 100 طلقة بإيدك معلم وضع كلوز شباب، دمك ما ينقص أبدا حبيبي والله. لوز. أوكي شباب الآن خلينا نروح ندخل كلاس سكواد. في تغيير بكلاس سكواد، راح نشوف الكلاس سكواد الآن. تعال تعال شادو. أوكي حبيبي هون بالنسبة للكلاس سكواد. يب 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 يب. طبعا شباب عم يقولوا ضافوا وغيروا أشياء. بعد عم يقولوا نقدر نطلب من شخص إنه يعني ركز معي. لما تضغطون على الش عليه على السلاح. ايه لما راحت هلا راحت. لما بس تضغطوا على السلاح شباب يطلع لكم شيء على اليمين. تطلب من صديقك يشحن، يعني مثلا مو يشحن لك، شو يشحن لك يا زلمه حبيبي والله. تطلب تطلب من صديقك يعني يعطيك السلاح اللي بدك اياه. حلو. طب لاحظت شيء شباب؟ عصفور لاحظت شيء بالالوان اللعبه تغيرت شيء؟ بالكلاس سكواد؟ فيرست بلاد. لاحظت؟ ايوه ما تغير تغير تغيرت. يا الله هذا شو السالفة؟ صارت احلى صارت. غير شكل اللعبه بالضبط. غير لا صار فيها زر اكثر ما زر اكثر من كله حبيبي والله. شوف لا لما تقتل لا واحد كمان يطلع تنزل واحد منه يطلع فوق فوق الشيء فوق الشيء هذا. خلينا ندخل بس على الاماكن اللي وصلت تخصيص الاي اتش دي هذا معلم. شو صار؟ اتش يو دي اختلف شيء معلم هون؟ ما اختلف شيء كثير حبيبي والله. حلو يلا نفس الشباب هون. قائمة الطلبات شو عم يصير تكرار بالصوت شباب؟ هون شباب لاحظوا معي كيف؟ هون تقدر تشتري لصديقك. هون اشتريت له مثلا اناقة. صارت عندك اناقة ولا كيف؟ لا؟ ايه اعطوني اياها. اعطوك اياها؟ حلو تحولت بشكل سريع. انا اشتريت لك سلاح كمان. وين سلاح؟ ما تحول عندي. ما اشتريت. دايم بعد مجرد. سلاح تحول عندي علي، تحول عندي وين؟ اجاك انت لان انت كنت مسمي عليك. اوكي 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 لان انت كنت مسمي عليك. حلو حلو حلو. اوكي شاب حلو. الان نقدر نطلع شاب ونشوف شيء ثاني. تعالوا. ساحة الانتظار. قول لي شباب شوفونا الساحة شباب. ساحة جديدة شباب مثل ما انتم شايفين. قول لي شوف معلم. شوف 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 شوف. تعال يا علي. يب 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 يب. تعال شوف هاي. هذا شوف فرجيني. واحد دونا بيغني. شوف. يا بيغني. هذا وهذا شخصية الشخصية اللي بتغني. ايه شخصية عم بتغني. في واحد ثاني. في واحد صديقه الثاني على اليمين معلم. صديقه الثاني على اليمين. شفنا الساحة شباب. ايه طمان فرج. يا سلام عليك معلم. يا سلام عليك. يا سلام يا سلام. شيء حلو شباب. هاي بالنسبه للساحه تغير بالساحه. وهون هاك كشمور. كشمور عم يغني كمان معلم. كشمور هنيك عم يغني كمان. كشمور هات شوف طرف ثاني. قالوك هنيك على اليمين كمان. والله كلهم قاعدين عم يغنوا معلم وعم يرقصوا ويزبطوا. ها في واحد ثاني كمان. شو هدول؟ اوكي حلو. حلو شباب. حلو ليديز اند جنتلمان. لحد الان شباب شايفين كثير اشياء اسطوريه. الطياره تغيرت. الطياره تغيرت. اوكي شيء حلو. بالنسبة للساحة هتنشوف. نزلنا هتلر. نزلنا وين تحب نزلنا اخوي؟ وين بدكم تنزلوا عند المدينة؟ وين بدك تروح؟ تروح شوف منطقة الزرقاء علي. روح على المنطقة الزرقاء. روح على المنطقة الزرقاء. روح اشوف المنطقة الزرقاء. روح نشوف الماكينة غير فيها وحش. طبعا حبايبنا بالنسبة للمنطقة الزرقاء مثل ما انتم شايفين ما تغيرش. طبعا احنا داخلين جيم كلاسيك. اوكي عشان نشوف هيك بشكل سريع. شوفي ما في ثواني. اوكي لا ما في شيء.
عندي واحد هون معلم، شو عم تعمل حبيبي؟ والله اوكي ما عرف اذا لاحظت شباب لما نجيب واحد نوك اسمه بيروح لفوق بينزل تحت. قول لي لما يعطينا لايك بصير له الاصفر. نايس. وين الماكينه شباب؟ خلينا نشوف الماكينه شو بيغير بالماكينه. تعالوا على الماكينه. الماكينه زادوا فيها واحد اللعيبه ديال ام 14. لا مش ام 14. وين وين راها؟ وين راها؟ وين راك انت؟ تعال. لا تا الامفور هذيك. ايوه انت. اه قطعه الام 4. اوكي شوفونا ام 4 شباب، خلينا نجرب دور القطعه بدون قطعه لو سمحتوا. حبيبي والله انا راح اقلب على الحين. وين الماكينه؟ اه اوكي شباب. طبعا هون حبايبنا مثل ما انتم شايفين هون زادت قطعه للام 4. القطع هاي صراحه ما اعرف شو واحد يستفاد منها، بس راح نجربها ونشوف الاوضاع شباب. اوكي اوكي حبايبنا، بالنسبه للسباس كمان صار في شيء جديد فيه اللي هو فوهه الشوتجن. اوكي يعزز الضرر الذي يلحق بالشوتجن من خلال تمكين اطلاق المزيد من الرصاص في نفس الوقت. اوكي يعني قصدهم يعني انه طول بالك راح نجرب. راح نجرب شباب طول بالك. طب هون عندنا كم طلقه؟ عندنا 5 طلقات. اوكي نحاول نشيل هالقطعه هاي نشوف راح يصير. ما صار شيء. اوكي هون عم نشوف انه عم يزيد بيضرب طلقتين مثلا هيك. هون كمان بيضرب، هذا نشوف. ما الصراحة ما مو مو مبين معنا كثير، بس ولكن يعني زادوا في شيء في زادوا شيء فيه. اوكي ايوه هتلر. ما لقيت شيء اسمه ذخيرة طائر، ما عرفت. اوكي هذا نشوف ذخيرة اير. اوكي هالذخيرة شو نعمل سبب منها؟ شو مكتوب؟ يعزز معدل اطلاق النار للاسلحة الاير ولكنه يقلل من تخزين المخزن الاخير. اوكي يعني بيعزز معدل الاطلاق. بيسرع الطلق، فهمتني؟ ثواني ناخذ شي سلاح اي ار. اي اير او اير. اوكي حبايبنا بالنسبه للسكار شباب، اسلحه الاي ار كان مكتوب هون حطينا الذخيره عندنا 26 طلقه للسكار، بنشيل الذخيره كم راح يصير؟ اوكي يعني شباب طبعا هذه القطعه هي مكتوب يعزز معدل اطلاق النار بالاسلحه الاير، يعني شوف راح نجرب سريع. اوكي بس ولكن ما في طلقه كثير. حلو حلو حبايبنا شيء جديد واسطوري شباب، لما تكون عندك هذه هي بتكثر لك سرعه اطلاق النار. حلو شيء كثير حلو. اوكي نشوف شيء بعد، لازم نجرب الام 4 شباب. شباب لاحظتوا شيء لما يكون معنا التوكن بيطلع فوق انه عندنا عدد التوكن الموجود عندنا بالحقيبه شباب. حلو شيء كثير حلو. قول لي وبنفس الوقت حبايبنا لما تفتحون الحقيبه لما الاسلحه اللي ما تلزمكم بيطلع باللون احمر. شايفين معي شيء ذخيره؟ شوف شايفين معي كيف؟ يعني انه ما يلزمكم لازم ترموهم، يعني شيء اسطوري حلو. تغير حلو. شباب رح ندخل نجرب الام 4 لان رح اشتري القطعه تمام؟ حلو قول لي تغير شيء بالام 4 شباب عندي؟ تغير اللون وما لون؟ صار 40 طلقه؟ هون صار 40 طلقه معلم. عنصر نادر يستخدم ترقيه الاداه اداء الام 4. اوكي هون عندنا الام 4 معناتها معلم صار اقوى يعني على حسب ما عم يقولوا. هات نجرب معلم. شفنا شيء واحد نجرب نضرب. اوكي خلينا شفنا شيء واحد شباب نجرب عليه. شفنا شيء واحد حبايبنا راح لاحظ شوفوا المستنشق تغير شكل المستنشق بنفس الوقت شباب بالجيم. اوكي مثل ما انتم شايفين يعني شكله تغير للمستنشق. اوكي المنظر تاعه. اوكي شباب راح نجرب الانفور على هذا اللاعب نشوف شو راح يصير فيه. ولا ايش يا زلمه جبتوا هيدشوت يا زلمه شيء نار. حلو انفور جميل جدا نايس. يعني والله الصراحه الشباب يعني ما بعرف هذا التحديث يعني صار في تغيرات بكل مكان، يعني اضافات كثيره صارت بهذا التحديث. يعني هذا صار زمان لما لهم عاملين هالتحديث شباب بهي الكمية الكبيرة من التغيرات شباب. الأسلحة جديدة، الشخصيات تغيروا، قطع للأسلحة، أشياء يعني بكل مكان، يعني عن جد شيء لوز اللوز. حلو. أوكي ليديز أند جنتلمان الآن شباب رح ندخل على المخصص نشوف أوضاع الرومات شباب. أوكي طبعا هون معلم نفس الشيء ما تغير شيء، فهذول هذول بنعرفهم تمام. ما تغير فهذول. أوكي هي شوف هي الارض الحرف هي اعتقد لازم يكون فاتح فيفا ماكس، بس راح نشوف بعد شوي. ندخل على الانشاء هون نشوف الرومات شو تغير. الرومات العاديه اللعبه هون ما في شيء تغير شباب لحد الان بالرومات. اعتقد ما في شيء تغير بالرومات شباب. الشيء اللازم يعني المهم بالنسبه للرومات
ملاحظين معي شباب؟ شوفوا انتوا شايفين شيء جديد؟ اوكي حبايبي، بالنسبه للرومات يعني الصراحه يعني ما في شيء تغير كثير بالنسبه للرومات شباب. اوكي الاشكال اعتقد هيك بيكون يعني وصلنا لاخر شيء حبايبي. الشخصيه موكو، نشوف شخصيه موكو شباب، عم يقولوا شخصيه موكو تغيروا عليه، راح ندخل عليه بس نشوف شو مكتوب، شو مكتوب هيك نراقب موكو. هذا شو Can you hear me? اوكي شخصيه موكو ما في شيء تغير فيها شباب. نا هذا الشيء ممكن يقولوا ارتفع الثواني مثلا النسبه، ما اعرف كم كان يطول شاب بالعاده موكو. خمس ثواني هذا هو يعني ما اعرف شو التغير اللي صار. ممكن مثلا يكون العلامه مثلا، خلينا ندخل نشوف العلامه. يلا معلش ندخل نشوف علامه موكو شباب لما نضرب على العدو. ندخل تدريب سريع. هي على اساس بدها تنزل موكو مطوره مثل الكيلي و... ممكن جايز يا علي راح شات شباب. ها عصفور روح شات شباب تلقى سكرين شوت فيها كل شيء. ثواني راح ادخل. اوكي راح ادخل اشوف الان. طول بالك بس نشوف الوضع هون. ثواني نشوف اللاعبين على شخصية موكو معنا كيف راح يتغير الشكل. ممكن يتغير الشكل او شيء غريب عجيب. اوكي ثواني راح نشوف يا اساطير. والله يعني مو هذا الشيء. خلينا نفرجيكم شباب، راح نفرجيكم بشكل واضح اكثر واكثر. حبايبي راح نفتح لكم فول سكرين. اوكي نفرجيكم الاشياء اللي تغيرت فيها حبايبنا. اوكي ليديز اند جنتلمان، بالنسبه للشخصيات حبايبنا مثل ما انتم شايفين يا اساطير راح نعطيكم اياها بشكل سريع وخفيف نظيف. اوكي بالنسبه للجوتا شباب استخدم استعاده الجديده 20% صحه مكتوب هون، يمكن تفعيلها مع جميع الاسلحه. هذا الشباب شفناه مع بعض. بالنسبه للوك كاثا، كل قتل يزيد حد الاقصى مقدار 8 لل 25 ارتفاع من الى 35 الى 50. حلو هي بالنسبه لشخصيه الفوتبولر هذاك. الفارو يزيد ضرر الاسلحه المتفجره بمقدار 16 20% بيزيد ضرر الاسلحه شباب بالنسبة لشخصية بارو. بالنسبة لشخصية الليلة، إعادة تدوير المتال استعادة 20% من المتال الدرع بعد كل قتلة. أوكي يعني كل ما تقتل معلم دراك يعني بيزيد يعني أو بيتصلح أو هيك. ياب شباب هيك ولا أنا غلطان يا جميلين؟ حلو خلينا ندخل نشوف شيء جديد. شوفي ما في شباب، نتأكد من نرجع نبحث نشوف شو ما في. شوفي ما في. اوكي ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام، هيك بكون شفنا اهم الاشياء بالتحديث يا اساطير. اذا في اشياء ما ذكرناها يا احلى ناس اكتبوا لنا بالتعليقات خلينا نشوف حبايبنا. بالنسبه لهذا السكين حبايبنا، هذا السكين الكامل. اوكي عن جد سكين حلو شباب، شيء متشكلز لوز اللوز. خلينا ندخل نشوف بشكل سريع اذا نزل فيه له سكين للبنت تبع التوكن الاحمر. اوكي هون اعتقد شباب ما في نزل السكين البنت هون بال لا خايف بس وين التوكن خطط والاحمر يا زلمه هذا هو. لا ما في شيء شباب بالنسبه للبنت، ما في شيء. حلو نزل هذا السكين شباب حلو. لوز اللوز. عايزين الكرام هيك بشكون شفنا. طبعا انا الان بنفس الوقت على اللايف، بنفس الوقت راح انزل لكم ملخص على اليوتيوب يا اساطير. اعتقد شفنا كل شيء ماشي، واسكرونا بالتعليقات اذا ما شفنا شيء. بتمنى بكل وصوله شباب لا تنسوا تحطوا لنا زر اللايك والشير والبارتاج يا احلى ناس، ونشوفكم مقاطع جديده. سي يو يا احلى ناس.